وهنتواصل مع كل مشاهدينا عبر صباح الشروق، وفقراتنا موجودة والجمال والإبداع موجود. كل تأكيد الإبداع، خاصة عندما يتعلق الإبداع بالمطبخ السوداني، قبل قلنا فترة لطيفة. فإن المرأة السودانية دائما ما تقدم، وأنا خلاص أتفهم بديت ململ هنا، أشهى الأطباق والمأكولات. نحن قريبين لوقت الفطور كده، سعيد جدا حس إنه نفسك في شنو انت الليلة؟ والله انت خلينا طبعا مطبخ ما حي للأسف يعني، لكن برضه ممكن تتخيل. تخيل، هتعيب الناس معي والله كده. خلينا نسأل ضيفتنا الشيف والشيف المعروفة الإعلامية أيضا حميدة البوشي. نحن سعيدين جدا بك في صباح الشروق حبايبك 10. حبابك 10، السلام عليكم. بديت حلو كده بالمطبخ وما المطبخ، ف ان شاء الله المرأة يكون المبدعة، المرأة المبدعة في كل المجالات طبعا. ايوه ان شاء الله يكون خفيفين كده ونطلع باطباق حلوه. والله يا اخي انا مين بس عرفت انه انت جايه مدعى الشيخ غايتي، لكن الكلام صح. طيب استاذه حميده، خلينا في البدايه كده، شنو اللي استهواك في المطبخ؟ يعني انا عارفه انك برضه زول اعلاميه، لكن جذبك المطبخ موضوع الشيف؟ والله انا من انا صغيره طبعا زول قمنا في غربه، وماما كانت يدها براه وكده، بابا زول بتاع ضيوف، فكانت يعني انه انا اكون اني اساعد ماما دي حاجه يعني واجبه علي يعني، وانا اكبر اخواتي. فالحكايه بدات بهوايه، ابوي مخرج تلفزيوني مصطفى البوشي، فاصر انه انا لازم الحكايه دي ان انا اصقلها بالعلم، وتبقى يعني شايله يعني تيتشر كوكينج كده يعني، ما ابقى مجرد انه بعمل طبخات شيف حلوة. يعني مار بس فقط، عشان تبقى عندي بصمه كده. فسبحان الله الحكايه بدات معي كده، ودرست كورسات حلوه في دبي في مراكز مختلفه، كانت يعني برضو من الحاجات اللي نفعتني وخدمتني جدا الشيف الاعلاميه والعالميه، من العالم كانت لها بصمه برضو. أكثر كده بس الحمد لله المطبخ هو مشى. ذاته طور نفسه الحمد لله. صحيح. نحن بلد غني جدا بالاطباق، عندنا نكهه خاصه فعلا يعني، عندنا يعني بصمه، نحن ناس شعب ذواق، ما بنحب الاكل يعني ممكن اقول لك انه مسيخ يعني، اكل مسيخ ما بينفع طاعم معنا. يعني طبيعه أيوة. كده في موادنا زاده، فاي مطبخ ما بينفع نعم. معنا صح، اي مطبخ يعني ما بيستهواكي. هسه المطبخ اللبناني السلطات وكده ما بيدخل معي، المطبخ الخليجي الرز وكده برضه ما بيمشي. يمكن اقرب حاجه انا حتى يعني اضطريت ان انا ادرس، لانه ما في شيف، ما في مطبخ سوداني عالمي، انه قريت جزء من المطبخ الهندي، وطبعا تخصصت في المشاوي الاكل الهندي، تخصصت في المشاوي، فالمطبخ الهندي اقرب لنا في البهار وكده. ايوه رغم انه حراق شويه، فيه تيست كده بعيد شويه برضه بتاع السبايسي ده، لكن في نفس الوقت النكهه والاكل الدسيم والسمنه والصلصه والوش يعني تقريبا حاجات التفاصيل. اللهم طولك يا رب، غايته ما غيرها. طيب نحن وجباتنا السودانيه جميله، لكن وجبات تقليديه في كل منطقه. تتخيل لي موضوع عشان ما نبقى عالمين، موضوع تقديم الطبق، كيفيه تقديمه والشكل اللي بيقدم به. دائما بنشوف الوجبات العالميه، المطبخ اللبناني الهندي الاخ، يعني كل هذه المطابخ بيكون في شكل جميل جدا للطبق المقدم لنوع المأكول، حتى في التحليه وما الى ذلك. نحن في السودان كيف نقدر نصل الى طبق يقدم الطبق بشكل جميل مزين بطريقه رائعه؟ طب تصدق انه احنا ناس يعني اصلا قمنا بانه طبقنا مزين منه ولو يعني الى الان يعني شوف كبه اللقمه نزل الملح فيها عامل لها الوش، يعني هو طبقنا اصلا ما محتاج لتزيين. دي حاجه انا بفتخر بها في كل مكان، بقول انه الطبق السوداني موجوده، ايوه شايل هويته براو. يعني الى الان لما تجي تعمل الحبوبه بتقول لك القراصه خطيتيها مقلوبه، ليه؟ لانه اصلا الطبق عنده فن اتيكيت براو، يعني قاموا حبوباتنا عنده وليه مواصفات معينه، يعني لما تاخذ القراصه تاخذ فوق عليها الدمعه، تاخذ اللحمه في البدجاج ممكن يكون بالوش بيفوق فيه، في دي لا غطيها. فاصلا هو الطبق عنده اتيكيت، عنده فن. فمن غير ما انا احاول اني اطوره واعمل قوالب لقمه صغيره، انا على فكره يعني ضد انه احدث تغيير حاجه الهوية. اشيل بالهويه. تغيير الهويه ايوه، يعني حتى في النكهه دائما
يعني رغم انه انا مثلا مرات ممكن اقلل في نكهه الفلفل او الصلصه، ليه؟ لانه الكوليسترول، وعشان اتماشى مع الاطباق العالميه، لكن برجع انه لا، انا ما ممكن اعوض حاجه بدل السمنه مثلا. نعم. مهما كان، لانه النكهه دي كده بتغير في البروتوكول بتاع الصحن. صح صح. طيب انا يعني عارفه انك انت برضو عندك مشاركات برا، برضو مع عدم وجود كيان للشيف السوداني، كيف بتلقي التفاعل؟ يعني مثلا تقدمي طبق اللقمه او القراصه برا، كيف الناس تكون متفاعله معه؟ يعني الشكر، كل الشكر اول حاجه اللي كان بيدعمني دائما الشركات الخاصه. يعني انا ما حصل يوم مشيت مثلت السودان ما ندر باسم السودان من الحكومه او من دولتي. ليه؟ لا، ما في كان يعني قدر ما انا بنادي بلقى نفسي ما في اي يعني عارفه كثرت ما انك بتجي بتنادي ما بتلقي زول بيديكي رده فعل، فبتقوم تتجه للحاجه اللي ممكن تساهم معك اصلا اوريدي. يعني انا مثلا عملت كان في معرض في تشاد، في الصين، في فين، بلقى مثلا مشت معي هنا ناس الدواجن، مشت معي شركه بتاع الدواجن، مشت معي شركه بتاع صلصه زيت، فدي شركات خاصه. هي طبعا من ناحيتها بتستفيد انها كماده اعلانيه ليها، لكن شغل تسويقي. ايوه، لكن انت كمان شايل هويتك السودانيه وعايز انه انا اثبت وجودي كشيف سوداني. لكن الشيف السوداني ما عنده الان، ما عندي كيان. وين انا الان لما تجيني مسابقه دوليه او يجيني مهرجان او تجيني معرض، انا اتجه وين؟ وزاره الثقافه، هوية الشيف، وزاره السوداني. السياحه، اين انا اتجه وين؟ ما عندي كيان مفروض يكون أيوة. فيه دعم لي. يعني السفر ده حاجه مكلفه، يعني الا انزل تحت اطار سياحه، ليه؟ لانه المعرض ذاته يكون اصلا سياحي، فجانب منه انا مدياكي انت فرصه. صح. طيب انا هنا اطباق، ويعني الولايات كل زول شايل هويه. صحيح. يعني انا عشان امشي امثل لازم يكون عندي نكهتي، ولازم يكون عندي تقديم للناس ازوقهم. يعني انا ما حامشي واتكلم وارجع، لا، انا عندي تذوق، عندي لازم اطبخ كوكيك. ايوه ايوه. فما منطقي. وبصراحه كم مره انا حصلت انه انا يقول لي نحن من كده، فانت يعني مثلا قدمي اكل كده وبيعي. ما ممكن. انا اخلاقي كمهنتي انا امشي وازوق الناس عالميا واقول لهم والله العصير بفلوس. ايوه، ما منطقي. اذا ما في معنى لمشاركتي باسم بلدي. أيوة. يا اخي انا بشيل العالم براي، بشيل العالم لما يكون في مسابقه وتكون دافع علي شركه، لانه انا شايفه انه دي هويتي، بشيل العالم بخطه براي. فان شاء الله يعني عن طريق. لكن ما وريتني الاطباق اللي بتفاعلوا معاه خارج السودان. طيب انا اقول لك انه الشيف السوداني شيف عالمي على مستوى العالم. اول حاجه لانه يده طعمه. ثاني حاجة، أي أمير أو رئيس أو كده بتلقى عنده من ضمن الاستاف بتاعه شيف سوداني. صحيح. نحن على مستوى العالم موجودين في كل البيوت الرئاسية، الوزارية، البيوت الكبيرة. ليه؟ لأنه غير أنه شيف عنده نكهة، نحن بيثقوا فينا، يعني بديك روحه، ما ممكن تغدر به. ففي كل المناطق اللي هي فيها نوع من الخوف ولا يعني ممكن اقول لك المواقع اللي هي حساسه فبتلقى مكان للشيف السوداني. فوصل، لانه اصلا هو اصلا اوريدي واصل، يعني بطبيعه حاله قام مع اهله، قام مع الام، قام مع التطور، لقى نفسه انه عنده باجتهادات شخصيه. ثلاث ارباع الشيفات السودانيين باجتهادات شخصيه، ما في برضو أكاديمية، ما في كده. قام طبخ في الحلة، طبخ في كده أهله، وقف مع أمه. أيوة. جزول سبحان الله على وجه الصدفة أو في معرض أو لقاه في هناي، يا أخي أنت يدك طعمة، فسبحان الله بقى مع سفير، بقى مع الحاجات دي هي اللي خلت عندهن. طيب جميل. طيب جميل. طيب خلينا ندخل للمطبخ السوداني. لسه ما دخلنا. لسه؟ لسه ما دخلنا، ندخل بعد ده. طيب نخش المطبخ ونشوف. بصراحه الاسعار الايام دي والسوق يعني مولع. تحديدا اللحوم، يعني كثير جدا من الناس اللي بيتابعونا يمكن ما بيقدروا يوصلوا لها. يعني حاجه صعبه جدا انه انا كل يوم امشي اشتري لحمه وكده. فلين نعرف البدائل شنو ممكن تكون متاحه لكل ست بيت تدخل المطبخ. لانه موضوع اللحمه يوميا بقى حاجه صعبه جدا.
طبعا دعا على ربة البيت انها زولة مدبرة وبتعرف تأقلم نفسها مع الوضع اللي هي عليه. يعني بالنسبة للأطباق والتنوع انه يلا البديل مثلا اللحمة في العدس، حتى الفتة بتاعت العدس اللي انا بعملها لازم تكون فيها نوع من التميز. يعني عارفة هسا بصفة بسيطة كده انت في البيت ممكن سبحان الله ماما لما تسوي فتة عدس ولا كده انا اكلها، لكن لو اخذها مرتين لانها بتجوط علي كده وبتقدمها لي يلا يلا اكل فبتلقى انه لا ما نفس اللهفه الانا الطعم ايوه مع البصمة. اصحابي او مع حبوبتي او مع ليه؟ لانه سبحان الله الحكايه فيها نفس. والله لو السلطه مقدمه وبيروح طيبه وبيعني معموله بمزاج بتلقى عندك نفس انك تاكلها. المزاج ده لقينا بيصلحه شنو؟ ما تتأقلم مع الوضع لازم يعني. لازم. طيب لكن كل يوم حيقعدوا ياكلوا مثلا فتة العدس؟ لا ليه؟ طيب. السلطات الان يعني اليوتيوب والحاجات دي خلت انه ما في مره ما بتعرف تطبخ اصلا، وكل النساء انا بعتبرهم شيفات ليه وبطبعاتها الخاصه يعني بنكهاتها الخاصه. يعني المطبخ بالنسبه لي دي اتاقلمت انه عيش حتى ما في، خلي اللحمه عيش ما في، نحن اصلا قمنا انه ما ضروري العيش عندنا في سفرتنا السودانيه، في عندك اللقمه، في عندك الكسره، في عندك القراصه، ف ولا بتتلفت برضه ما ضروري حتى لو ما لقيت اللحمه انا بعمل النعيميه بعمل بعمل حاجات كثيره صح. بتعوضني على انه الان النعيميه يعني انا مره ذقتها جميله جدا من غير لحمه. فالمراه بطبيعتها زوله مبدعه السودانيه بتتأقلم مع الوضع بسرعة شديدة، بتعرف توجد لنفسها البدائل. يعني دخلت المعجنات برضو في المطبخ السوداني، ويمكن هي برضو يعني طريقتها سهلة بيحبوها دائما الأطفال، وبرضو هي بتساهم في أنه ما يكون في تكلفة عالية في الطبخ نسبة لغلاء المعيشة وغلاء اللحوم والأسعار يعني نحن نقول على خرافية يعني الآن في الأسواق. كيف المرأة برضو تستخدمها بأقل تكلفة وبحرفة وتكون جميلة وتكون جميله. وكمان في حاجه اضافه لك انه كلامك انه هي بقت في معظم البيوت اللي عندهم اطفال بديل للعيش صح. اي لانه يعني تكلفات مش التكلفه للعيش انه عدم توفره بصوره ثابته والصفوف اللي ممكن تكون سبب في تعيق ايوه زي ما قلت لك اليوتيوب ما خلى حاجه، لكن يعني احنا ذاتنا سبحان الله الوصفات اللي بنقوم نتعود عليها بتلقي كل الناس اجتمعت عليها. يعني في السودان بالتحديد انه لا انا عندي سمبوكسه معموله بزيت معموله بكده نجحت مع وحده، فتلقائيا بتلقي كل الناس دي ليه؟ لانه ما فيها بدائل، ما فيها عفوا، ما فيها البيض كثير، ما فيها محسن، فخلاص احنا قبلنا انه الفطيره دي ناجحه، فتلقى كل جاراتها المراه السودانيه كده زوله معطاءه يعني صح. فاول ما تعجبك الحاجه عندها ولا كده بتلقى كل الناس أيوة. اتاقلمت مع انه الزوله دي السمبوكسه حقتها حلوه كده. وطبعا هي اصلا سبحان الله المعجنات يعني ممكن انت تنسي حاجه تلقيها براها طلعت نتيجه ثانيه أيوة. يعني الليله انا ما عندي عملت العجنه دي بيكنج بودر بدل الخميره، سبحان الله ممكن تطلع لك بشكل بتاع انه ابداع جديد يعني صح. الزول ما يخاف. انا بقول انه المراه السودانيه دي يعني هي اصلا مش مبدعه وكل حاجه، لكن في عامل الخوف انه كان ما نجحت انا هتبهدل يعني حتدي مواد كثيره. لا ما تخافي، حتى بالنسبه للكيك يعني انا مره اضطريت انه عملت صح انا ممكن ما زال استوعب، لكن الكيكه انا لقيت بيكنج بودر ما وانا خلاص وداير اعمل انا اضفت خميره طلعت كيكه نفس الكيكه بالظبط طلعت كيكه. يمكن شويه ساعدني الفرن عشان المروحه وكده، لكن الزول ما يخاف بتطلع نتائج انت ممكن تتوقعيها. الفطيره حقتنا السودانيه اللي احنا متعودين عليها اللي بيعملوها باللبن حبوباتنا وكده فطيره القمح ايوه انا يعني تقلتها شويه فردتها جينا حشيناها بقت اجمل من الفطائر العالميه، عملنا لها جبنه عملنا لها كده، فالحكايه بتطلع الابداع به. نعم طيب سريع لانه خلاص على ختام وزمن الفقره انتهى. دارينا المراه كيف المراه المنتجه تحديدا انها تستفيد من فتره الحظر دي، تقدر تلم ناس البيت حولها من خلال انتاج المميز في المطبخ السوداني.
تعمل حاجه تجمع يد بين الناس كلها مع بعض. يعني انت كل ما انت بتعمل الطبق وبجيبه لافراد الاسره انا ما بستفيد حاجه، لكن تلمه لانه انا مش اشوي مثلا. هسه جايين العيد ان شاء الله، ربنا يعيده علينا وعلى جميع المسلمين بالخير والبركه. لما يجي انا ما ابقى انانيه واني دايره اشتغل لكم، انتوا عليكم الله اقعدوا لي بعيد انا بجيب لكم اي حاجه، لا. الاشتراك مهم. الاشتراك هو هو الكسر للروتين، هو اللي بيطلع ال- 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 الطاقه الايجابيه في جميع افراد الاسره، انه تفاعل مع العيد. طعم العيد بتاع الضحيه مختلف عن جميع المناسبات، ليه؟ لانه فيه مشاركه، خصوصا لادم يعني، لانه ما بيدخل أيوة المطبخ فيه طعم اللحمه بيكون مختلف، صح؟ فالمشاركه مهمه جدا يعني. المشاركه مهمه، وفعلا في النهايه بتلقي في حوار اسري جميل بيجمع الناس. قال لي انا عملت لكم الحاجه دي، سمحه رايكم فيها شنو؟ اذا طلعت سمحه خلاص، ما طلعت أيوة سمحه في تريقه وضحك، في تغيير يعني، في كسر للروتين بالنسبه لافراد الاسره. احنا سعدنا بالمساحه دي، والمره الجايه ان شاء الله نعمل كده مطبخ على الهواء جاهز ونعمل فيه حاجات جميله ولذيذه. شكرا لك. اهلا وسهلا. شكرا لك استاذه حميده البوشي الاعلاميه والشيفة، شكرا لحضورك معنا. حنتواصل مع كل الأحباب في كل مكان عبر صباح الشروق.